مجال. لسه عايز اقول لك كده، الحمد لله علاقتي بكل الناس الحمد لله يعني علاقه محترمه، علاقه ممتازه جدا جدا، بكن كل احترام وكل التقدير لكل من تعاملت معاه، والحمد لله كل من تعامل مع العبد الله من 98 من اول ما دخلت المجال حتى الان، الحمد لله علاقتي بيهم على ما يرام، من مش مصر بس، من كل الجنسيات العربيه، والحمد لله حب الناس وتقدير الناس وكلام الناس عني ده شرف ما بعد شرف، وحاجه بالنسبه لي يعني ترفع راسي. وزي ما قلت لك قبل كده، كنت دايما خارج مصر بعتبر نفسي سفير لبلدي، فالحمد لله يعني كنت الى حد ما سفير محترم لبلدي، وتعاملي كان مع كل الناس تعامل محترم جدا جدا والحمد لله. طيب كنا بنتكلم في جزئيه بقى الصوت العالي او الانفعال اثناء التعليق على مدار ال 90 دقيقه، ده ممكن يقتل متعه المشاهده ولا الجمهور ممكن يستقبل ده ازاي؟ ما احنا الجماهير عندنا عمره ما هيجتمع على حد، يعني عمره ما يقول لك ده كويس وده وحش، او ده كل يعني كله يجتمع على يقول لك ده معلق ممتاز، وما فيش حد يقول لك ده معلق. في ناس يقول لك معلق ممتاز ومعلق يا عم مش قد كده، يا عم ده معلق صوته عالي قوي ومن الدقيقه الاولى لغايه الدقيقه 90 ما بيبطلش، وناس ثانيه يقول لك يا عم ده بينيمنا، ليه يا عم ما تولعش المباراه؟ فدي اراء ودي مراحل سنيه، يعني الشباب لغايه مثلا سن ممكن يكون 20 25 سنه لا يحب الصوت العالي، ويحب ان المعلق دايما من الدقيقه الاولى لغايه الدقيقه الاخيره يكون صوته عالي ويتفاعل مع الهجمات بشكل كبير جدا جدا. في مرحله سنيه اخرى من ال 40 سنه من فوق لا بيحب الهدوء وبيحب الكلام المتزن وبيحب ان انت ما تتفاعلش الا لما يجي هدف، فهي دي اذواق بالنسبه للجماهير. فما مهما تعمل عمر ما حد هيكتمل او هيؤكد عن ان انت مثلا ده المعلق المية مية، يعني عصام الشوالي انا شايفه رقم واحد في وطن العرب، ولكن في ناس يقول لك لا ما بنحبوش، ليه يا عم؟ اصل صوت عالي قوي، اصل بيتفاعل بشكل كبير جدا، اصل مش عارف ايه، اصل ايه. بتبقى وجهات نظر واحترام وتقدير للناس يعني. طيب هل في الوقت الراهن التعليق المصري شايفه ازاي؟ وهل عندنا، مش هقول الاصوات بتقلد، لا اقصد يعني اصوات مؤثره كده قريبه من كابتن محمد لطيف، كابتن محمود بكر، كابتن ميمي الشربيني، كابتن حماده امام؟ انا من وجهه نظري كل من يعلق على اي مباراه وله اسلوب وله ستايل ده بيعتبر معلق جيد. عندنا اصوات متميزه جدا، عندنا معلقين على مستوى عالي جدا جدا سواء داخل مصر او خارج مصر. التعليق المصري انا شايف الحمد لله ماشي بشكل جيد جدا. عندنا الزميل عصام عبده في ابو ظبي، عندنا الزميل بلال علام موجود في المملكه العربيه السعوديه، عندنا هنا معلقين على مستوى عالي جدا جدا في قنواتنا المصريه، انتشار للمعلقين المصريين الموجودين. اللي انا عايز اطلبه من الساده المشاهدين والمصريين والاعلاميين المصريين، اقف جنب ابن بلدك اللي بره مصر. اقف جنب ابن بلدك اللي بره مصر. ساعده، شجعه. لو في سلبيات او في اخطاء انت حاول تتلاشاها وممكن تتعافى. الرسائل دي كانت بتوصل لكم؟ طبعا. لما الاقي في نقد لاذع، وانا مثلا في بدايتي في 2002 2003 وكلام زي كده، سواء انا ولا غيري يعني، ده بتزعلني، دي بتاثر فيا وبتاثر في اي معلق مصري موجود خارج مصر. فدي المطالبه، ان انت انا كمصري بره بشتغل في قناه عربيه ولا حاجه، انا ممثل ليك، انت ممثل لكل اعلامي موجود في مصر، فالمطلوب منك ايه؟ تساعدني وتساندني وتقف جنبي وتاخد بايدي، لان انا في حاجه ليك، انا محتاجك، انا عايزك ومحتاجك، لان في الوطن العربي في زملاء تانيين بيشوفوا بيقروا ده الكونين كاتبين عنه في مصر مش عارف ايه ده اعلامي، فلا انا ده اللي بطلبه من الاعلاميين الموجودين، اي اعلامي مصري موجود خارج بلدك. الاعلاميين قبل الجماهير. الاعلاميين قبل الجماهير طبعا. الجماهير طبعا رايهم على راسنا من فوق. بس انت اعلامي لازم، ما هو اعلامي زيك، لازم تاخد بايديه وتقف معاه وتسنده تدفعه، محتاج الكلمة، محتاج منك كلمة الثناء، محتاج منك كلمة مدح. ومصر رائدة في مجال التعليق، احنا بنتكلم من مصر الحمد لله رائدة في كل مجال، في أي مجال. مصر أم الدنيا. مصر رائدة وكبيرة في أي مجال، مش في الرياضة ولا في الكورة ولا في كل حتة الحمد لله وشكر الله، بآراء كل الناس وكل العالم. فالحمد لله احنا عندنا طول عمر مصر والمصريين شاطرين في أي حتة وفي أي مجال. طب هل اي مصري موجود في اي مجال بيثبت وجوده وبينجح نجاح كبير جدا جدا بدليل انت